ازيكم؟ عاملين ايه؟ وكل سنة وانتم طيبين. انتظروني ان شاء الله في برنامج فوازير معبودي للسنة التانية على التوالي، اللي هيعرض طوال شهر رمضان الكريم، اللي هيكون موجود فيه نخبة من ابطال وبطلات رياضات مختلفة. ويا ترى مين هيقدر يخطف لقب السنة دي؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. مشاهدة ممتعة للجميع. انا نسيب حمادي، انتظروني فوازير رمضان معبودي. انتظروني السنة دي فوازير معبودي رمضان 2022 في حلقات قوية جدا. استنونا في رمضان ان شاء الله الفوازير مع عبودي، ان شاء الله تستمتعوا بيها، ونتمنى اننا نكون ضيوف خفاف عليكم باذن الله. وليد ابو سريع. هاي، انا ساسو نادي، انا لعيبة باسكت في مصر. انا حاليا بشترك في فوازير مع عبودي، برنامج بودي بتاع اللي هينزل رمضان ده السنة دي ان شاء الله، وانا متحمسة جدا ان انا اشوف مين يقدر يحطم السكور بتاعي علشان اتشالنج الشخص ده ونتفرج مع بعض في رمضان السنة دي ان شاء الله. هاي، استنوني في رمضان في برنامج فوازير مع عبودي. اهلا ايه، فوازير بودي في رمضان مختلف وجامد جدا. كل سنة وانتم طيبين الأول، وإن شاء الله رمضان كريم علينا كلنا، وإن شاء الله أنا اللي هكسب الفوازير بتاعت بودي إن شاء الله. وكل سنة وانتم طيبين. هادي رفعت. كل سنة وانتم طيبين، انتظروني في رمضان في برنامج فوازير مع بودي. استنوني علي أحمد في رمضان مع بودي. استنوني السنة دي في رمضان في فوازير مع بودي. انتظروني في رمضان في برنامج فوازير مع عبودي. كل سنة طيبين. استنونا مع فوازير مع عبودي في رمضان 2022. سي يو. استنوني مع فوازير بودي في رمضان. كل سنة انتم طيبين، وان شاء الله الحلقات تعجبكم. رمضان كريم. ازيكم، عاملين ايه؟ انا يوسف ابراهيم لاعب سكواش، وانتظروني في فوازير معبودي في رمضان. برنامج لذيذ، ويا رب يسليكوا في وقت الصيام، وان شاء الله تبقى حلقه لذيذه وبرنامج لذيذ على طول مع بيدو، ونشوفكم في رمضان ان شاء الله. انا كريم ابراهيم، انتظروني في رمضان ان شاء الله مع فوازير معبودي. كل سنه وانتم طيبين. انا يارا الشرقاوي، منتخب مصر سلاح الشيش. استنوني في رمضان ان شاء الله برنامج فوازير معبودي، هتبسطوا جدا، وانا حقيقي اتبسطت قوي بالحلقه. استنوني في فوازير معبودي في رمضان ان شاء الله. انتظروني في رمضان في برنامج فوازير معبودي. استنوني في فوازير معبودي في رمضان ان شاء الله، برنامج لذيذ، وربنا يعني ان شاء الله يبقى برنامج لذيذ عليكم كده. انتظروني معبودي السنه دي في فوازير رمضان، وان شاء الله برنامج كسر الدنيا وتبقى مذيع جامد جدا يا بودي. انتظروني في رمضان مع فوازير بودي. جود لك. انتظروني السنة دي في فوازير رمضان مع بودي في رمضان 2022. هاي، أنا يوسف أشرف حني، لعبة منتخب مصر تنس طاولة. استنوني في رمضان في حلقة من فوازير مع بودي. انتظروني مع بودي بالبيجامة بتاعتي في فوازير رمضان السنة دي. إن شاء الله يكون حلقة دمها خفيف، وان شاء الله كلنا رمضان واحنا مع بعض، وكل رمضان والقعده حلوه كده ان شاء الله. وكل سنه وانتم جميعا طيبين. مصطفى ايمن.